لا غرابة ولا عجب في مشاهدة منازل الطين، لأن هذه المناظر ليست بعيدة عن أنظار الجهات الحكومية في محافظة ميسان، المحافظة التي تصدر مئات الآلاف من براميل النفط يوميا. لا يزال سكانها يعيشون ببيوت طينية وبظروف بيئية صعبة، ولا يزالون يشربون من مياه النهر المالحة. والله احنا بالضيم يايب، شايفين الضيم، لا بنكة ولا مبردة ولا ثلاجة، هذا طبوا على بيتي. وشوف هسه أنا مريضة ما أقدر أروح للطبيب. والله يا منطقة هاي حجين الموقعها بالضيم كلش تعبانة، ولا خاصة أنا تعبانة كلش، عدي يتامى وقاعدين على بر التلقاع، لا شغل ولا عمل. والصيف بالضيم حالنا، شتات لنا الحر والعجارب، ها وبشتان بالضيم حالنا، البيوت تخر عينا، وميتنا شوفها من الشط، من الشط نجيبها صوندة من هناك اللي غاد. وعلى الرغم من كثرة النفايات وتعرضهم للأمراض المختلفة، لكن الحاجة دفعتهم للعيش بالعشوائيات والتي أصبحت ملاذا لكل فقير ومحتاج. أغلب هذه العوائل الساكنة بهذه المنازل تعمل بأعمال بسيطة لا تكفي لسد احتياجاتهم اليومية. وتعبانين وجوعانين وعطشانين، وبالضيم حوالنا ما شرنا، وهاي الفريخات شوفوا يا لالا تروح من باشر للعصر تجيب لها هذا عود نبيحين ب10,000. ال10,000 وين مشي؟ الملابس مثل دهن، مثل شاي، مثل طحين، أقارب، حجاجة، كل شيء دريذية. بس إيش نسوي؟ واد ما أتى فقرة، ما تقدر تبني وتشتري، جيعان وتشتري، كله غالي. واد ما أتى فقرة، فقير ظل، والعدة هذا الطوق عشان هو شيء، وهذا الحج. المحافظة الغنية بالثروات والخيرات تعاني الإهمال الحكومي منذ سنوات طويلة، فهل من منقذ لواقعها المأساوي والمتردي، أم يبقى حالها كما هو عليه الآن؟ لقناة التغيير يونس الرباعي، محافظة ميسان.